السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. انا هدوين جيت من الخدمه، جزت شريت بعض الاشياء كانت خاصتني، ان شاء الله في الفيديو المقبل ندير لكم بها حاجه حلوه، ودخلت ديريكتومون للدار. اليوم حبيباتي دخلت للدار بزاف عيانه، يعني كان اليوم متعب، خدمت الصباح وعشيه، عييت بزاف. دخلت مباشره حطيت الاغراض تاعي، نحيت حشاكم صباطي وشوفوا واش رايح يقابلني. دخلت ديريكتومون لا شومبر، قابلني هذا الجبل تاع الحوايج كيما راكم تشوفوا، يعني لازم نطويهم، كنت غسلتهم ونحيتهم على 12 كي جيت على 12، ودوك كي جيت مع العشية أكيد لازم رايحة نبدا بيهم أول حاجة. بصح قبل ما نبدا نطويهم لازم ندير واحد البخاس تاع القهوة، نقعد راسي هكا باش نطويهم في عقلي. فوالا حبيباتي، بالنسبة للقهوة تاع اليوم ما كان عندي والو باش نشربو به قهوة صراحة، جزت شريت برك لامونا، هذه اللي راني يعني حنبارطاجيها معكم ان شاء الله. هذه اللي تجي فوغي لداخل فيها لاكريم، هذا اللي نشريها من عنده صراحه، يخدمها بزاف هايله. لاكريم لداخل تجي خفيفه، يعني ما يكثرلهاش بزاف لاكريم، ولاكريم ما تجيش ثقيله، تجي بزاف خفيفه. هنا يعني نشرب في القهوه، هنا رايحه نوري لكم برك قسمتها، نوري لكم كيفاش يجي الشكل تاعها من الداخل. شوفوا كاش نهار نبارطاجي معكم ان شاء الله الوصفه تاع لامونا، يعني هي سهلة واقتصادية، يعني ما فيهاش بزاف مكونات، وثاني تسلككم، يعني كيما يكون عندكم والو تقدروا فيت في ديروها. فوالا حبيباتي، بعد ما كملت قهوي تقعدت راسي، الحمد لله ربي قدرني، كملت طويت كامل هاد الحوايج. فوالا بالنسبه لهنا راني وريت لكم جزء برك، هنا تقريبا نص، ومازال نص راني نطوي فيه، مازالوا لي سوفيتمون هذوك لي بول تاع الداخل ولي شوسيت حاشاكم، هذوك يعاونوني فيهم بناتي رايحين يطويوهم معايا. فوالا هنا رايحه ندخلهم كامل، نرتبهم في البلاكار، ونتلاقاو ان شاء الله في المطبخ نديروا مع بعض وجبه هايله للعشاء. بالنسبه للطبق تاع اليوم تاع العشاء ان شاء الله رايح يكون وجبه خفيفه في الفرن، يعني اليوم لعشاق الاطباق الخفيفه اللي تكون يعني طيب غير في الفرن رايح يعجبهم بزاف الطبق تاع اليوم. شوفوا هنا راني نغسل في البطاطا والباذنجان اللي هما اساس هذه الوصفه، رايحه نديرها ان شاء الله بالبطاطا. في هذه الوصفه تقدروا البطاطا تقليوها كيما تقدروا تفوروها، يعني كيما تحبوا. انا اليوم ان شاء الله حنقليها، درت حبه بصل كبير كبيرة ثاني وزوج حبات تاع الطماطم. اول حاجه نديرها راح نقشر البطاطا تاعي، نقطعها مكعبات، بصح المكعبات نقطعوهم كبار. كيما قلت لكم اللي ما حبش يقليها يفورها، يعني اذا اللي حب الطبق يجي صحي اكثر من الاحسن يفور البطاطا، يدير لها برك شويه ملح ويحطها تفر. انا رايحه نقطعها مكعبات شويه خشن ونقليها، بصح كي تقليوها حاولوا يعني تقليوها نص طياب، ما تخليوهاش حتى تحمر كاع بزاف، ليسونسييل يبدا يدخلها طياب. فوالا، وهنا الحبه تاع البصل قطعتها، رايحه نحطها هنا مع البطاطا نوجدها، نحتاجها فيما بعد، ونروحوا مباشره للباذنجان. بالنسبه للباذنجان بعد ما غسلته مليح وقطرته رايحه نقطعوا شرائح، تقدروا تقطعوه يعني بالعرض كيما راكم تشوفوا، انا راح نقطعهم بالعرض، كيما تقدروا تقطعوهم شرائح طوليه يجوكم شرائح كبار. برك الباذنجان حبيباتي كي تقطعوه قطعوه خشين ما ترققوهش، انا اليوم مانيش رايحه نقليه، على بالكم باذنجان يرفد كميه كبيره تاع الزيت، يشرب بزاف الزيت، دونك رايحه نديرو في الفرن. شوفوا معايا كيفاش رايحه نديرو في الفرن، يطيب ويتحمر يجي بزاف هايل، يعني ويجي صحي ما يشرب لكمش كامل الزيوت. فوالا حبيباتي، برك النقطه المهمه في الباذنجان قطعوه كيما قلت لكم خشين، ما ترققوش الحبه، باسكو اذا رققتوها تدخلوه للفرن تخرجوه كامل رقيق ومحروق. فوالا حبيباتي، كي قطعته كامل حطيت الباذنجان تاعي في ان ريسيبيون كيما راكم تشوفوا، ورايحين رايحه نتبلو.
بالنسبه للتوابل ندير له شويه تاع الزيت ماشي بزاف، ونحط له الملح والفلفل الاسود ونخلط مليح. اللي ما حبتش دير الزيت في هذه المرحله تقدر ترتب الباذنجان تاعها كامل في البلاطو، ومن بعد غير بالبانسو تدهن السطح تاع الباذنجان، برك دهنوه من الجهه وزيدوا قلبوه دهنوه من الجهه الثانيه. انا فرغت عليه ديريكتومون الزيت وحاولت نغلفه مليح بالزيت ونرتبوه في الصينيه تاعي اللي كنت اكيد فرشت لها ورق الطهي هكا باش ما يلصقش، وباش نحافظ ايضا على نظافه البلاطو تاعي اللي رايحه ندخله للفرن. فوالا ندخل الباذنجان تاعي في الفرن، ومن بعد نوري لكم كيفاش رايح يطيب ويجي بزاف هايل، اللي يجي كيما قلت لكم صحي بلا ما يشرب الزيوت. نروحوا نحضروا الصلصه اللي نحتاجوها في هذه الوصفه. بالنسبه للحبه تاع البصل ندي منها فقط الربع، ربع حبه تاع البصل، نقطعها بطريقه عشوائيه. هذه الصلصه ديروها في 5 دقائق، ما تدي لكمش كامل الوقت حبيباتي. شوفوا قطعتها بطريقه عشوائيه، جبت الطوماطيش تاعي زوج حبات كيما قلت لكم، قشرتهم ونقطعهم ايضا طريقة عشوائية. نحط شوية تاع الزيت مشي بزاف، نحط الملح وشوية برك تاع السكر. هذا الصلصة من الأحسن تنكهوها بزعترة يعني لوتا، وإذا ما عندكمش تقدروا ديروا أي أعشاب عطرية متوفرة عندكم. ليسونسيال هذا الصلصة لازم تجي بذوق البيتزا، يعني تجي فيها هذاك الذوق تاع الأعشاب العطرية. فوالا حبيباتي الصلصه تاعي هنا راهي واجده، رايحه نديها مباشره فوق النار. بالنسبه لهذيك الصلصه لازم تغطيوها هكا باش يعني بالخف كيما نقولوا تطيب معاكم والطوماطيش تذبل. وبالنسبه للنص حبه تاع البصل النص الكبير اللي كنا خليناه، قطعته انا هكا قطع صغيره، درته فوتو برك في العشوار، ومن بعد رايحه نقليه شويه مع الملح والفلفل الاسود غير شويه، ونحط له اللحم المفروم باش نوجدوا الحشو تاع هذا الطبق. وبالنسبة للحم المفروم حبيباتي تقدروا عادي تعوضوه بصدر الدجاج المفروم، رايح يعطيكم نفس النتيجة. نقلي مليح عندي اللحم مع البصل حتى يطيب مليح، وفي المرحلة الأخيرة رايح نضيف المعدنوس. أنا دايما بالنسبة للمعدنوس نقول لكم خليوه للمرحلة الأخيرة في اللحم المفروم، هكا باش يحافظ لكم على النكهة تاعو وأيضا يحافظ على اللون تاعو الأخضر الجميل. فوالا حبيباتي، وبهذا نكونوا وجد الحشو تاعنا تاع هذا الطبق، رايحه نحطو جانبا ونروح نطلع على الصلصه تاعي. صلصه الطماطم ثاني توجد في وقت قصير، ما تمرقوهاش ما ديرولهاش كامل الماء، باسكو الطوماطيش ديجا تطلق الماء، البصل يطلق الماء، دونك غطيوها برك وخليوها 10 دقائق تكون معكم واجده، ما يبقى لكم غير ترحيوها. وهنا يا حبيباتي بعد ما رحيت الصلصه تاعي وكانت واجده معايا، رحت ديريكتومون للباذنجان بعد ما شميت ريحته باللي طاب. هنا جبته لقيته ما شاء الله تحمر وجا الله يبارك هايل، تقول شي مقلي، بصح هو ماشي متشرب كامل الزيوت، شوفوا يعني طاب حتى لداخل الله يبارك. هنا يا رايحه نبدا مباشره في تحضير الطبق اللي يدخل للفرن. شوفوا جبت لو بلا تاعي اللي رايح يدخل للفرن، تقدروا ديروا في بلا هكا زجاجي ولا اي بلا ولا اي مول عندكم يدخل للفرن. اول يعني الطبقه الاولى كامل تحت ديروا صلصه الطماطم. هذا الطبق رايحه تجي فيه ريحه البيتزا، يعني يجي طبق بذوق البيتزا. علاش؟ باسكو هاد لاصوص ديجا فيها زعتره ولا فيها اعشاب عطريه اللي فيها ذوق البيتزا. بعد صلصه الطماطم رايحه نحط طبقه تاع الباذنجان المشوي بهذه الطريقه، نحاول نرتبه جيدا كيما راكم تشوفوا. ومن بعدها رايحه نحط البطاطا. بالنسبه للبطاطا تاعي كيما قلت لكم انا قليتها، وانتوما واذا حبيتوا تفوروها رايح يكون الطبق تاعكم صحي اكثر. فوالا البنات نحط البطاطا تاعي ونحاول نسويها هكا غير بيدي، نحاول نوزع يعني البطاطا على كامل الجهات. ومن بعد نحط طبقه تاع اللحم المفروم اللي كنت خلطته مع المعدنوس. هنا اللحم المفروم حاولوا تخلو منه شويه، كميه قليله برك، و يعني اكبر كميه ترتبوه كامل تسويوه على هذا لو بلاطو. فوالا، والكميه المتبقيه حبيباتي خلطوها مع الكميه الاخرى تاع البطاطا بهذه الطريقه. حاولوا تخلطوها مليح هكا باش تتنكه يعني مليح البطاطا تاعكم مع اللحم المفروم، وكي تحطوها طيب يعني تدي نكهه اللحم المفروم. فوق هذاك اللحم المفروم الاول تقدروا ديروا هكا كميه تاع الصلصه
ولا حبيتوا تخلوها كامل في الاخر كيما تحبوا. ومن بعد جبت البطاطا تاعي اللي خلطتها مع البيونداشي وعاودت يعني درتها كامل هكا من الفوق. نتوما تقدروا كامل كميات البطاطا تخلطوها مع كامل الكميات تاع اللحم المفروم ومن بعد ترتبوها. فوالا هذه هي الفكره اللي حبيت نوصلها لكم. ومن بعد صلصة الطماطم تخليوها هي في المرحلة الأخيرة، يعني رايحين ديروا صلصة الطماطم هي التالية كامل، ومن بعد ديروا الجبن المبشور بكميات كبيرة. هذا الطبق ولا هذا الغراتان يوالم بزاف للناس اللي ما يحبوش لابيشامال، يعني كما كنتم تشوفوا ما فيش كامل لابيشامال ويجي اللون تاعو شكل تاعو رائع في الأخير. بقوا معايا رايحين تشوفوا كي طيب كيفاش يجي الشكل تاعو واللون تاعو، ورايحه نقسم معكم بيان سور وتشوفوه من الداخل. انا عندي جبن احمر راح نغطي كامل هذاك السطح بالجبن، والناس اللي تحب لاكريم تقدر تضيف هنايا شويه تاع لا بيشاميل ولا لاكريم فريش تخلطوها مع حبه بيض وديروها هكا من الفوق. يعني هنا حاولت نديرو سامبل بالنسبه للناس اللي ما يحبوش لي كريم ولا هاد لي صوص بلونش وما يحبوش لا بيشاميل، ما يحبوش كامل هاد لي صوص، وندخلو ديريكتومون للفرن. هنا حبيباتي بعد ما طاب هنا ما يديريش كامل الوقت، تخليو جوست هذاك الفرماج يذوب ويتقراتينا، باسكو كلشي حبيباتي راه طايب، الصلصه طايبه، لا فيوند هاشي راهي طايبه، وحتى البطاطا والباذنجان راهم طايبين وواجدين. دونك خليو برك هذاك الفرماج يذوب عليهم والنكهات كامل تتخلط والغراتان تاعكم يكون واجد. شوفوا حبيباتي هنا راني نقطع فيه باش نوري لكم الشكل تاعو اكيد من الداخل. نتمنى تطبقوا هاد الوصفه وتبعثوها لي في الانستغرام. حبيباتي اللي مازال ماهمش مشتركين عندنا في الانستغرام قولكم كامل مرحبا بكم. الانستغرام تاعي نخليه لكم هنا لتحت، دائما نخليه لكم، نحاول نخليه لكم هنا لتحت هكا باش تدخلوا كامل عندي. حنخلي لكم في الانستغرام دي فوت يعني تشوفوا الصور قبل ما نحط الفيديوهات، تشوفوا ايضا لي ستوري تاعي. نحاول نشارك معكم يومياتي، يعني دائما كي يكون عندي وقت نحاول نشارك معكم اكثر الاشياء اللي نديرها في نهاري. فوالا حبيبتي هذا هو الشكل تاع الغراتان تاعي ولا الطبق تاعي في الفرن. كيما راكم تشوفوا الباذنجان جا مشرب بهذيك الصلصه، وحتى البطاطا دات ذوق هايل، ذوق البيتزا كيما قلت لكم، باسكو الحاجه اللي تغلب في الطبق هو الذوق تاع هذيك الزعتره اللي نحطوها في صلصه الطماطم، تجي فعلا رائعه. نتمنى تجربوها. فوالا حبيباتي هنا نقرب لكم باش تشوفوا الشكل تاعو من الداخل، جا فريمون يشهي. انا ولادي ما يحبوش بزاف باذنجان، بصح هكذا كلاوه يعني مع الذوق تاع البطاطا والذوق تاع اللحم المفروم، يعني ما يحسوش بزاف بهذاك الذوق تاع الباذنجان. وبهذا حبيباتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش ديروا لي جام، لانه لي جام راهم بزاف قلال في القناه. نتمنى كل وحده تشوف لا فيديو تاعي تخلي لي جام بيان سور، واذا راهم يعجبكم لي فيديو ونقول لكم تلاقاو في فيديو مقبل. نحبكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.